بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نقول إن شهر رمضان فيه ثلاث عبادات مشروعات، الأول الصيام وهو أعظمها، والثاني القيام، والثالث الاعتكاف. فأما الصيام فإنه فرض بإجماع المسلمين، لأنه أحد أركان الإسلام التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وهذه الخمس كما يتراءى لبعض الناس أنها ست، ولكنها خمس، لأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحد، إذ أنهما ركنا كل عبادة وشرطا كل عبادة، فلا عبادة صحيحة إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإخلاص لله تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة للرسول تتضمنه شهادة أن محمدا رسول الله. فصيام رمضان أحد أركان الإسلام، فمرتبته في الإسلام عظيمة، وهو فرض في إجماع المسلمين. ولهذا قال العلماء: من كان عائشا بين المسلمين وأنكر فريضة صوم رمضان كان كافرا مرتدا ولو صام، لأنه أنكر فرضا مجمعا عليه معلوم بالضرورة من دين الإسلام. وصيام رمضان يثبت بدخوله أو إكمال شعبان 30 يوما، أي برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما، وهو يعني الصيام التعبد لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بترك المفطرات من الأكل والشرب والجماع وغيرها. والمقصود من الصيام حقيقة هو تقوى الله عز وجل بدلالة الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لم يقل لعلكم تجوعون ولا لعلكم تتمرنون على تحمل الجوع والعطش وكف النفس عن الشهوات، قال لعلكم تتقون. والتقوى هي أوامر الله وترك نواهيه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا هو المقصود حقيقة بالصوم. لكنه الآن في مفهوم كثير من المسلمين هو الإمساك عن المفطرات، ولذلك تجد بعضهم لا يهمه في نهار رمضان إلا أن يقطع أوقاته بالنوم تارة وباللهو تارة أخرى، ولا تجد عليه علامة الصوم، وليس يوم فطره مخالف، وليس يوم صومه مخالف ليوم فطره، بل هما سواء عند كثير من الناس. وهذا هو الذي أفقد الأمة الإسلامية روح عباداتها وشعائرها، حتى أصبح المسلمون الآن في كثير من الأحيان وفي كثير من شعوبهم وأفرادهم يأتون هذه العبادات وكأنها شعار قومي، لا كأنها عبادة دينية، كأنها عادة مشوا عليها وكان عليها آباؤهم وأجدادهم. ولذلك فقدت المعاني العظيمة التي تترتب على هذه العبادات الجليلة. فمثلا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أكثر الناس ينصرف من صلاته ولم يتأثر إطلاقا، لم يتأثر بكراهة الفحشاء والمنكر، مع أن صلاته لو كانت على الحق وعلى ما ينبغي لوجد من نفسه أنه إذا خرج منها كان كارها للفحشاء والمنكر، لأنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر. كذلك الصيام، الناس يصومون الآن شهرا كاملا، لو كانوا كما أراد الله منهم أن يتقوا الله ويدعوا قول الزور والعمل به والجهل لكان شهر كامل، يعني نصف سدس السنة، لا يمكن أن يخرج إلا وقد تربوا تربية تامة على طاعة الله وتقوى الله.
لكن من منا إذا خرج رمضان وجد من نفسه استقامة وحسن عمل أكثر مما كان في شعبان؟ أكثر الناس إذا انتهى رمضان فرحوا فرح شهوة بانتهاء الصوم، فكأنهم فرحوا بخروجه ولم يفرحوا بالخروج من ذنوبه. ولذلك يجب علينا أن نعرف الحكمة العظيمة من الصوم، وأن نصوم كما أراد الله منه وكما بين لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، نصوم عن معاصي الله إلى طاعة الله عز وجل. الصوم كما ذكرنا لكم هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من إيش؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصوم. لا بد أن تلاحظ أنك في عبادة. مقدمات الصوم ومؤخراته من العبادات، فالسحور مثلا من العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به فقال تسحروا، وبين أن في تسحرنا مخالفة لليهود والنصارى حيث قال فصل ما بين صيامنا وصيام الكتاب أكل السحور. ثم إن نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتسحر ويتسحر مع الصحابة، كما قال زيد بن ثابت تسحرنا مع رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. فإذا نقصد بسحورنا أولا الأخ، أولا امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا واحد. ثانيا مخالفة اليهود والنصارى. ثالثا لا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قلت لكم أن الرسول كان يتسحر ويتسحر المسلمون معه، فهذه ثلاثة أشياء كلها عبادة. ثم إننا يقول أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن في السحور بركة. أين البركة؟ البركة كله بركة، عبادة، اقتداء بالرسول، مخالفة لأصحاب الجحيم، عون على الصوم، إعطاء للنفوس حظها حيث إنها ستقبل على وقت تمسك فيه فتنال حظها من هذا الأكل والشرب لتتقوى به على طاعة الله عز وجل. هذا المقدم للصوم. في المؤخر الذي يلحق الصوم الفطر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل حث النبي صلى الله عليه وسلم على التعجل بالإفطار، فقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لكن بعد تيقن غروب الشمس أو غلبة الظن في غروبها إذا لم يمكن اليقين. إذن السحور عبادة والفطور عبادة، وليكن على تمر فإن لم يجد فعلى ماء. أول التمر الأفضل منه الرطب، ثم التمر غير الرطب، ثم الماء إذا لم يجد. فضلا عما يقع في الصيام من الصبر الذي قال الله فيه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الصيام فيه صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله. صبر على طاعة الله لأن الإنسان يتحمل الصوم ويصبر عليه ويكف نفسه، وبذلك يكون صابرا عن معصية الله. الصوم يلحق الإنسان فيه جوع وعطش وهبوط نفس وكسل، ولا سيما في الأيام الطويلة الحارة، فتجتمع فيها أنواع الصبر. ولهذا جاء في الحديث تسمية شهر رمضان بشهر الصبر، لأن فيها أنواع الصبر الثلاثة، فهو خير. ثم إن الواجب علينا أن نفكر، إذا كان الله تعالى نهانا عن شهواته الجسدية البدنية من أكل وشرب وجماع، فلننهى أنفسنا عن الشهوات المعنوية.
كثير من الناس نسأل الله العافية يشتهي المعاصي، يشتهي الكبير، الغيبة، السب، الشتم. فهل من المعقول أن الله سبحانه وتعالى ينهانا عن الشهوات الجسدية ثم نبيح لأنفسنا الشهوات المعنوية؟ الجواب لا، أبدا ليس من الحكمة. ولهذا نقول إن المعاصي كترك صلاة الجماعة مثلا لمن تجب عليه، وكالغش والكذب والغيبة وما أشبهها، إنها تنقص الصوم. حتى لو فرض الإنسان من حين صام إلى أن أفطر وهو في المسجد يقرأ ويصلي ويسبح ويهلل، ولكنه يفعل هذه المعاصي فإنها سوف تنقص الصوم، لا شك في هذا، لأنه لم يأتي بالحكمة التي من أجلها إيش شرع الصوم. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الصوم جنة، جنة يعني وقاية يتقي به الإنسان معصية الله عز وجل. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقد ولا يسخط، يعني لا يفعل الإثم ولا يسخط بالكلام، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إن امرؤ صائم. أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن لا ينتصر لنفسه بل يقول إن امرؤ صائم. فلو أن أحد سبعك وقال لك: يا حمار، يا كلب، أنت بريء، أنت فيك الذئب وكذا وأنت صائم، لا ترد عليه، مع أنك لو رددت عليه لكان جائزا، وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن في الصيام لا، لا ترد عليه، ولكن لا تظهر بمظهر العاجز عن مقابلته وقل إني صائم. وفي قولك إني صائم فائدتان: الفائدة الأولى توبيخه، والفائدة الثانية أن بك قدرة على الرد عليه ومقابلته، لكن يمنعك الصيام. كل هذا يدل على أن الصوم ليس حبس النفس عن شهواتها الجسدية، بل هو لمعنى أعمق وأبلغ وأتم. نتعرض في هذا المسألة لمسائل، منها مثلا لو أن الإنسان أكل حين سمع صوت مؤذن، والمؤذن عادة يؤذن إذا غابت الشمس، ثم تبين أن المؤذن أخطأ وأن الشمس لم تغرب، فهل يلزمه القضاء؟ الجواب لا يلزم، ليس عليه قضاء، لكن إذا رأى الشمس يجب أن يمسك، حتى اللي في فمه يجب أن يرفضه، لكن ما كان قبل أن يعلم فإنه لا شيء. الدليل قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا خطأ لكن بغير قصد. فقال الله تعالى في الآية الكريمة: قد فعلت. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم في عهد نبيهم عليه الصلاة والسلام أفطروا في يوم غيب، ظن منهم أن الشمس قد غربت ثم طلعت الشمس، ولم يقل لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: اقضوا يوما مكانا. ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا، لأنه إذا أمر به كان من الشريعة، والشريعة لا يمكن أن يترك منها شيء، لا بد أن تنقل. طيب، رجل آخر نسي أنه صائم فأكل أو شرب، ماذا نقول له؟ عليه قضاء؟ ليس عليه قضاء، لكن متى ذكر وقف، متى ذكر توقف وجوبا. الدليل على أنه لا قضاء عليه هو: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وهذه يا إخواني آية من كتاب الله، ما هي قول فلان وفلان، ثم آية أقرها الله عز وجل، هي دعاء من المؤمنين لكن أقرها الله وأعطاهم إياه، أعطاهم دعاءهم، قال: قد فعلت. وفيه حديث في نفس المسألة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب
فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فلم ينسب الفعل إليه بل نسبه إلى الله لأنه غير قصد. إذن كل من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا أو جاهلا أجب يا أخي. ليس علي شيء؟ عندك دليل على هذا؟ طيب دليل من في نفس المسألة. من نسى وهو صائم هذا النسيان الجهل. لا، لأن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، هذا عام، فنريد شيء خاص في الصوم لأجل ما يبقى لأحد الحجة. من يعرف؟ سبحان الله. لا أنا ما ذكرته لكن هو صحيح، لكن أنا أريد ما ذكرته أنا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طيب ولم لم يأمرهم بالقضاء. تمام، هذا نص في الموضوع. تقول أسمى بنت أبي بكر والحديث في البخاري صحيح، أفطرنا في يوم عين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، وهذا نص صحيح. فإذا ناخذ قاعدة، من فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو جاهلا فصيامه صحيح أيا كان، حتى لو أن الرجل مثلا كان معه أهله وظن أن فجر لم يطلع فجامع أهله ثم تبين أنه قد طلع، فليس عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة ولا إثم. هذا ما يتعلق بالصوم. أما ما يتعلق بالقيام فقيام رمضان مندوب مشروع، قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وينبغي أن يكون جماعة في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه 3 ليال أو 4 ليال ثم تأخر وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم. ويكون ب11 ركعة أو ب13 ركعة، هذا هو الأفضل، لأن هذا هو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 عليك بأذن جارك، أذن جارك طل شدة شد أذن هذه أبرمها إيه. فتقول رضي الله عنها: كان لا يزيد على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، فالجميع 11 ركعة. لكن قولها يصلي 4، هل معناه يجمعها في سلام واحد؟ الجواب لا، لأنه قد ثبت في حديثها نفسه أنه كان يصلي 2 ثم 2 ثم 2 ثم 2 ثم 2 ثم 2 ثم يترك 1. وعلى هذا فيكون قولها يصلي 4 أي يجمعها ثم يستريح، ولهذا أتت بثم الدالة على التراخي، خلافا لما توهمه بعض الناس من أنه يصلي 4 جميعا و4 جميعا و3 جميعا، وهذا خطأ في الفهم. سببه أن بعض الناس ينظر إلى النصوص من بعين أعور من جانب دون آخر، ما يجمع بين النصوص، يجمع أطراف النصوص ويعرف يحمل هذا على هذا، فظنوا أنها 4 مقرونة، وهذا غلط. والمهم من هذا القيام أن يحرص الإنسان عليه ويصليه مع الإمام حتى ينصرف إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له
قيام ليلة فضل من الله عز وجل، تبقى مع الإمام حتى ينصرف، يكتب لك قيام ليلة كاملة حتى في ليالي الشتاء وحتى وأنت على فراشك، لأن الصحابة قالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو أنك أقمت بنا بقية الليل، قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا يدل على أن الأفضل للإنسان أن يخفف على نفسه. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فأنت تبقى مع الإمام حتى ينصرف ويكتب لك قيام ليلة كاملة، ما حاجة أنك تكلف نفسك القيام بعد هذا. أما الاعتكاف فإنه سنة، لكنه ليس في رمضان كله بل في العشر الأواخر منه فقط، لأن المقصود بالاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، التعبد بلزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، هذا هو المقصود، تحريا لليلة القدر. ودليل هذا عن الاعتكاف من أجل التحري ليلة القدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول يتحرى ليلة القدر، لأن ليلة القدر في رمضان ثم الأوسط، وعند إكماله أي الأوسط قيل له إنها في العشر الأواخر، فاعتكف العشر الأواخر كله وترك الاعتكاف في العشر الأوسط وفي العشر الأول، ولم يعتكف في غير رمضان أبدا إلا سنة واحدة تأخر عن الاعتكاف في رمضان لسبب ثم قضاه في شوال. ففهمنا الآن أن الاعتكاف مشروع متى؟ في العشر الأواخر من رمضان فقط، وليس مشروعا كل وقت. وبه عرفنا خطأ قول بعض الفقهاء إنه ينبغي للإنسان إذا جاء إلى المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه في المسجد، فإن هذا القول لا أساس له من الصحة، بل لو شئنا لقلنا إنه بدعة. والدليل من الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتكف قط إلا في العشر الأواخر من رمضان، ولما التزم بعض الصحابة أن لا يتزوج وأن يقوم ولا، والثاني قال أنا أقوم ولا أنام، والثالث قال أنا أصوم ولا أفطر، أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج إنسا، وأن من رغب عن سنته فليس منه. فمن رغب عن سنة الرسول واعتكف في غير رمضان قلنا إنك مبتدع، إنزم سنة الرسول، لو كان خيرا لكان الرسول أول من يفعل. أفهمتم؟ ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة حث على التقدم، قال من راح في الساعة الأولى فله كأنما قرب بدنه، وذكر بقية الحديث. هل قال لمن تقدم يوم الجمعة إن الاعتكاف لتحصل على فائدتين، على التقدم إلى المسجد والاعتكاف؟ أبدا ما قال. وهل تظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن نية الاعتكاف إما يقرب إلى الله في هذه الحال ولم يبلغها؟ معاذ الله وحاشاه من ذلك. إذن لو كان نية الاعتكاف عند المقام في المسجد مشروعا ومحبوبا إلى الله لوجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغه عباد الله لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولهذا نقول لمن قال إذا دخلت المسجد فنوي الاعتكاف نقول هات برهانك، أين الدليل على هذا؟ بل الدليل على خلافه. هذا كلام يعني مختصر على القيام، الصيام والقيام والاعتكاف. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتساما، وأن يهيئ لنا من أمن راشدا، إنه على كل شيء قدير. أما الأسبوع القادم إن شاء الله فسيكون الكلام فيه عن الزكاة، ما تجب فيه ومقدارها ومصارفها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.